السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم اخوكم محمد في فيديو جديد بخصوص عودة انمي وان بيس، واخيرا هرمنا من اجل هذه اللحظة. اكثر من شهر واسبوع على تأجيل الحلقة 114. المهم شباب، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ومشاركة المقطع مع اصدقائكم. ابقوا معنا. بعد أن تعرض استوديو توي أنيميشن للاختراق من طرف ثالث غير مصرح به، تعرضت بياناته إلى الإتلاف، مما جعلهم يوقفون بث العديد من الأنيميات وأهمها ون بيس. بعد التأجيل الذي دام أكثر من شهر وأسبوع، أعلن الحساب الرسمي لأنمي ون بيس في تويتر يوم الأربعاء أن الأنمي سيستمر ابتداء من 17 من أبريل، وأنه سيبث حلقات ملخصات أرك وانو، ويوم الأحد سيتم عرض الحلقة 1013. أما بخصوص الحلقة 1014 التي ستنزل يوم 17 من أبريل، ستكون بعنوان دموع ماركو. وكذلك إنمي داي سيتم بث الحلقة 73 يوم 16 من هذا الشهر. كان هذا كل شيء بخصوص أخبار إنمي ون بيس. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم محمد، سيونارا.